السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي لنا بيت من الدرس السابق وهو قوله: إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. يعني إلا إذا كان الشيء ملازما من أصل الأرض، كما إذا أتت الأمطار وبقية المياه التي توجد في بطون الأودية، إذا تغيرت ببطن الوادي بأن كانت مطابقة للونه، سواء كان لونه حمرة أو غبرة أو غير ذلك، هذا لا يؤثر، لأن هذا من أصل الأرض كمغرة. المغرة هو الطين الأحمر. وكذلك إذا كانت الأرض ملح وتغير بطعم الملح، فهذا لا يؤثر. فمطلق كالذائب. كذلك الثلج، إذا جعله شخص في إناء فذاب، فله أن يتطهر به طهارة حدث، وله أن يتطهر به طهارة خبث. قال: فصل. فرائض الوضوء سبع، وهي درك وفور نية في بدئه. فصل. فرائض الوضوء. الفرائض جمع فريضة، والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكرات. تمام. الفرض والواجب مترادفان، وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا هو الفرض، هو الواجب، هو المحتوم إلى غير ذلك. سبع، أربع منها في نص القرآن وثلاثة مستنبطة. وقدم الثلاثة المستنبطة، وهي دلك. الدلك إمرار اليد عند صب الماء أو بعده بيسير. ديك تخيط اليد بعد صب الماء على الوجه وضع على اليدين، هذيك هي اللي قال الدلك. ومن الأخطاء الشائعة كون حد يدير مية في يديه وينفض المية عنه ويغسل بها وجهه، هذا ما هو جايز. بيلو منين ينفض المية عن يديه، راهو ذاك عاد مسح ما تغسل. ثانيا، كذلك فمن بعض الأخطاء اللي هو كون يدير مية في يديه ويرفع شعر وجهه، هو صحيح، غير يديره من عند عينيه ويخلي المقاض ويتلبل يديه، هذا رجوع للجبهة مسح ما هو بغسل. ويظل ما يديرها عند أصول منابة الشعر الفوقاني من الوجه ويخليها قاضة سائلة مع وجهه وتلبل يدي. ذاك هو اللي يرضى. ويديرها ما اللي في يده ويخليها سائلة مع جناحه وتلبل يده. ويديرها على الفوقاني من الكراع والله في يده ويخليها تتقاطر على الكراع ويغسل بيده الأخرى. إذن الدلك واجب. مرار اليد عند صب الماء والله بعده بيسير. لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في حجره صبي فأتبعه ماء ولم يغسله. قال المالكية: أتبعه ماء ولم يغسله، دليل على أن الدلك شيء، على أن الغسل شيء زائد على مجرد صب الماء. والله تبارك وتعالى قال: فاغسلوا. إذا الغسل في اللغة العربية لا يطلق على مجرد صب الماء، فلا يقال لابد من الدلك، وهو إمرار اليد، فهو واجب. ثانيا، الفور. أنا لابد أحد لا يتوضأ يعود يتوضأ في وقت واحد، لا يجد مثلا يبدأ يتوضأ يغسل وجهه ويغسل يديه يترك لين يوضع 10 دقائق يغسل بقية أعضاء، هذا ما يصح، لأن الفور ما خلق. ولأن التراخي لو كان يصح يعود العطف بالفاء والله بثم اللذان يقتضيان يعني التراخية، كما في قول ابن مالك: والفاء للترتيب الاتصالي وثم للترتيب الانفصالي. منين عاد العطف بالواو؟ كان دليل على أن التراخي ما يصح. أنا لابد أحد يعود عمل وضوء في وقت واحد. بدليل عنه صلى الله عليه وسلم ذات مرة شاف لمعة أنا بليدة ما انغسلت، قال الشخص هذا، قال له: أعيد الوضوء والصلاة. لو كان الترتيب ما هو، لو كان الفور ما هو واجب، يعود يقول له: عندك البلد يغسل توبه عنه يصلي. نية في بدئه. النية كذلك واجبة، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولحديث ابن عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. إذن هذه الثلاثة ما هي بالقرآن مستنبطة منه، والأربعة الصلي في القرآن لا خلاف فيها. هو النية اللي قال نية القصد، مش لا هي ينوقع ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. إذن إما أن ينوي رفع الحدث للرواية لمقدر قيام بالعضاء ينوي عنه رافعها عنه، والله مفترض ينوي عنه أد الفرض لوضو واجب. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والأمر الوجوب.
لماذا بات في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ إذا الوضوء واجب، ينوى عنه أدي الفرض. أو استباحة لممنوع، والله ينوى عنه مستباح ممنوع. واحد ما متوضئ ممنوع عليه؟ ممنوع عليه مس المصحف، ممنوع عليه الطواف بالبيت، ممنوع عليه الصلع. ينوى عنه هذه الأمور اللي ممنوع عليه مستباح. أراه هذه من ذكرها كاملة ينواها، وإذا ذكر أنا واحد وضعتين كافيته. وغسل وجه غسله اليدين، هذه الأربعة اللي نص في القرآن لا خلاف فيها. غسل وجه من المواجهة الذي يواجه من الإنسان، غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين. إذا غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين، هذه أربعة واجبة لا خلاف فيها. يبقى أن تحديد هي هذه طولا وعرضا. قال والفرض عم مجمع الأذنين، الفرض عم معناها شمل مجمع الأذنين من وتد الأذن إلى وتد الأذن، لكن حده عرضا. أما حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد للذقن اللي هو قدر مطرح أربع أصابع، فلا عبرة بالأصلع وهو ذاك اللي قدامي من رأسه منابة الشعر ما عليه يغسله، المراد منابة الشعر رأس المعتاد. ولا عبرة بالأغم، هذا اللي يعود الشعر نابت في جبهته ذاك يغسله، لأن يعني العبرة لا منابت الشعر رأس المعتاد. والمرفقين بالنسبة لليدين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، المرفق داخله، وإن كان القياس اللغوي يقتضي عدم الدخول لكن حكم بالدخول للأحاديث الواردة في ذلك، وأيضا لما فيه من عسر التحديد من حد المرفق يعني نشعر صعوبة في ذاك، ولا يكلف الله نفسا لا وسعها نغسله كامل دخلته. والكعبين كذلك بالنسبة للقدمين وهما العظمان الناتئان بمفصلي الساقين. خلي الأصابع اليدين، تخليلك اليدين فيه حتما وفي الثرى. والله زاد. إذا خلي الأصابع اليدين هذا واجب. وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، شعر الوجه اللي هي اللحية والله الشارب، إذا عاد الشعر السنست باينة من تحته هذا يخلو، وإذا عاد السنست ما هي باينة من تحته هذا يمسح ظاهره، لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. والمعروف عن